كانت عندها هواية تسجيل، تسجيل الوقائع مثلا زواج، طلاق، شراء، بيع، أي شيء بهالحياة العملية كانت تحب تدونه لأجل هدف معين، أنه إذا حصل أي خلاف بين اثنين أو مراهنات أو على ما شابه ذلك تجي يلتجئوا لعند أمي حتى يعرفوا التاريخ المزبوط. وهو مبدأ أنه تحب كانت المفاخرة أنه أنا عم سجل. يوم الجمعة تركيب ساعة كهرباء في يوم الأربعاء ب 3/12 كانون أول. هون اشترى إبراهيم عز الدين الدش في يوم الجمعة 1997. هون أنت مدوني أنه أنت اشتريت غسالة أوتوماتيك في يوم السبت 3/12. أمي ظلت متابعة هالمشوار الكتابي من يوم ما كان عمره 23 سنة تقريبا حتى صار عمره تقريبا شيء ب60 سنة، وقت ما هوني أمي انكسرت الحوضة وأدى هالشيء إلى مثلا فقدان جزء من ذاكرتها، وهذا السبب اللي وقف على الكتابي.